أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام في موجتها الثانية مع استمرار القمع الحكومي في مختلف المحافظات، حيث تهاجم في هذا الوقت القوات الحكومية والميليشيات المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك وساحة الخلاني. وبالأمس سقط أكثر من 20 شهيدا في البصرة بنيران القوات الحكومية. للوقوف على مجريات الأحداث معنا في هذه التغطية في الاستوديو الأستاذ بهجت الكردي الناشط السياسي المستقل. أستاذ بهجت مرحبا بكم. حياك الله. أهلا يا بك سيدي. تحياتي. وسينضم إلينا عبر الهاتف الشاعر والناشط المدني الأستاذ شاكر السامر. أستاذ شاكر مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي سنتناول فيها انتفاضة تشرين بموجتها الثانية. أستاذ بهجت مرحبا بكم من جديد. نبدي من توعد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعقوبة تصل إلى 20 سنة لكل شخص يتعرض للمباني الحكومية و20 عاما ديشة للسجن المؤبد، أما هذه 20 عام للمتظاهر الذي يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة، التظاهرات سلمية، ليش هذا التهديد والوعيد من قبل رئيس الوزراء؟ حياك الله أخي وتحياتي. بس عندي لحظة انطيني أحيي أخواني تاج راسي المنتفضين في محافظات العراق في ساحاتها وشوارعها. نعم. رفعوا رؤوسنا إلى السماء. نعم. ربي يحفظهم الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. وبالمناسبة أخي محمد أنقل لك تحيات أخ عراقي من السليمانية. حيا الله. أي والله. نعم. وللأخوة في إدارة وكل منتسبي قناة الرافدين أمني أمانة. نعم. وهو من السليمانية كاك أحمد. شرف. هذه إن شاء الله يسمعني لأنه البارحة بالصدفة دخلوا. نعم. فقال لي أحييهم على ما يبذلوا من جهود. نعم. في التغطيات وربي يوفقهم وسلم لي عليهم. قلت له إن شاء الله يوصلوا هاي الأمانة. هذا واجبنا أستاذ بهجت. تحية إلى كاك أحمد وإلى كل أخواني في السليمانية. نعم. الحقيقة يعني أكو غليان. الناس ما تقبل بالظلم أخي محمد، ما تقبل بالظلم. هذا اللي دي يصير الآن جريمة يعني واضح من وراها. طيب. معلوم بعد ما يقدرون يضحكون على الشعب العراقي. لكن أرجع إلى ما قاله عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي، شوف يا سيدي، هذه المجموعة البائسة. نعم. تقدر الصين قانون وتقدر تسوي دستور وتقدر تسرق، يعني الغرب منطيها صلاحيات تامة. نعم. وأسيادهم في إيران هم من يفرض عليهم هذه. يعني مو قرار يتخذ بشكل شخصي، هاي اللي ما عاد تقدر تاخذ قرار. يعني يقول لك الاستقالة مالتي بجيبي. نعم. ناس فاشلين هذه المجموعة البائسة كلها اللي جاءت بعد الاحتلال من كل الطوائف والقوميات. نعم. ناس بائسة همها السرقة والنهب. يعني عادل عبد المهدي عندما يصدر قرار بعقوبة 20-25 سنة ليتعرض للمباني الحكومية وللمنازل الخاصة، تعتقد أكو أحد يواجه أستاذ بهجت؟ إيران. إيران. طيب. شوف عملية التظاهرات توسعها التفاف الشعب حولها هذه الحاضنة. نعم. أزعجتهم ما كانوا متوقعين، يعني خصوصا في هذه المرحلة كانوا يتصورون أنه انبلع العراق ومسألة إحنا نجيب من يحكم ونتداور ونغير هذه النفايات. نعم. اليوم بعد ما عند الشعب العراقي النفايات ممكن مرة واحدة تستعملها. بس ما معقولة تعيدها وتعيدها. طيب. فعادل عبد المهدي اليوم يقول 20 سنة وممكن تصل إلى سجن مؤبد. أنا أقول لعادل عبد المهدي ولكل هذه الحكومة البائسة الفاشلة، المندسين ربعكم ده تحاولون بكل الطرق والوسائل، هاي الاستراتيجية الآن مال الحكومة. طيب. اختراق صفوف المتظاهرين بآلاف المخبرين من شتى الأصناف موجودين بس في سبيل الوصول إلى منظمي التظاهرات والقيادات مالتها والمشرفين في سبيل
استغلال عملية يعني هذه ما يسمى بالعصا والجزرة. نعم. اللي نقدر نشتريه بفلوس ونهدئ العملية، أو اللي نقدر نعتقله أو نقتله. هذا هو المشروع، وده يلعبون على الوقت. ده يلعبون الحكومة، ده تلعب على الوقت، أنه نفسها طويل يعني؟ نفسها طويل، تقول إحنا بإمكاناتهم وخبرات إيران بهذا المجال، وتعرف أنت هاي الميليشيات والعصائب والحشد، وأكو كثير مجموعات ده تعمل داخل صفوف المتظاهرين من أجل الوصول إلى قادتها. نعم. الظاهر إلى حد الآن ما حسموها، فلهذا ده يهدد. بس أنا أقول لعادل عبد المهدي، خلي يسمعوني إخواني العراقيين، يا عادل عبد المهدي، مو أنت دا تأخذ مخصصات مال الجهاد؟ أستقبل الأستاذ شاكر السامر، الشاعر والناشط المدني. أستاذ شاكر، السلام عليكم. سلام، أهلا وسهلا. أستاذ شاكر، يعني عادل عبد المهدي يهدد ويوعد المتظاهرين بعشرين سنة وأحكام تصل إلى المؤبد، لكن هو أغفل قتلة المتظاهرين. شون تشوف هذا القرارات الصادرة من قبل عادل عبد المهدي؟ يعني هو وعد وتهد وهدد المتظاهرين، لكنه في نفس الوقت أغفل الجهة التي قامت بقتل المتظاهرين. شون تابعت هذا القرار؟ أستاذ شاكر تفضل. داية تحية لك أخي العزيز. نعم. ولكل الكادر قناه، تحية للضيف الكريم، حياة طيبة لكل مواطن، لكل مواطن عراقي متفق وسائر وجه من أرادوا في هذا العراق الذل والهوان والفنون. نعم. حياة طيبة لكل متظاهر، لكل مهاجر ومغترب وهو يرفع صوته في الخارج وليشارك أخوته العراقيين في محنتهم ونهوضهم ليمسكوا بنور الفجر القادم من بغداد. نعم. الرحمة لكل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى على الأفراد. بالنسبة للسؤال أستاذ شاكر، أنا آسف للمقاطعة، ولكن تريدنا الآن لقطات مباشرة من ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد. نلاحظ في هذا الفيديو انتشار المتظاهرين في ساحة الخلاني في بغداد، يتوشحون الأعلام العراقية، وأيضا والقوات الحكومية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإسقاط النظام. وكما نلاحظ في الشاشة هناك يعني عمليات كر وفر بالنسبة للمتظاهرين في ساحة الخلاني، يبدو أن الإنترنت قد انقطع هناك عن الساحة، ولذلك نلاحظ بأنه المظاهرات عادت، خدمات الانترنت الانترنت بشكل متذبذب في العاصمة العراقية بغداد، وأيضا بقية المناطق والمحافظات العراقية التي خرجت لإسقاط النظام والمطالبة برحيل هذه الأنظمة الفاسدة. نلاحظ شبان صغار في السن يعني يهربون من قمع القوات الحكومية التي تجابههم بقنابل الغاز المسيلة للدموع. هناك أيضا يعني عمليات كر وفر كما ذكرنا بين المتظاهرين، ويخشون من أن تسلط القنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه رؤوسهم وصدورهم، حيث تابعنا في الفترة السابقة أن المتظاهرين يتعرضون إلى قنابل مسيلة للدموع ولكن تطلق عليهم في منطقتي الرأس والصدر. أيضا نلاحظ بأن هناك حاجز أمني ربما يكون بعيد كيلومتر واحد عن المنتفضين، وأيضا هناك تنسيق عالي بين المتظاهرين، حيث نلاحظ أن طفلا لم يتجاوز كما ظهر في الشاشة يأخذ قطعة، وذلك لكي يتصدى المتظاهرون لقنابل الغاز المسيلة للدموع. إذن ساحة الخلاني تشهد يعني عمليات كر وفر بالنسبة للمتظاهرين، وأيضا نلاحظ أن المتظاهرين يعني مصرين على موضوع التحصن وعدم المغادرة وعدم الهروب من أماكن التجمعات، لكن القوات الحكومية تجابههم بالحديد والنار، وما تزال القوات الحكومية تقمع المتظاهرين تارة بالقنابل المسيلة للدموع وتارة أخرى بالرصاص الحي الموجه إلى صدور ورؤوس المتظاهرين.
المعلوم أن الرصاص وحتى قنابل الغاز المسيلة للدموع لا تطلق باتجاه الأرجل ولكن يعني توجه باتجاه الرأس والصدر. هنا نلاحظ كما يعني واضح في الصورة أن المتظاهرين قد هربوا وذلك نتيجة التصدي أو القمع من قبل القوات الحكومية. هناك على جانب الطرف الآخر هناك المتظاهرون أيضا يعني يحتمون بالمباني بالمباني والعمارات الموجودة في ساحة الخلاني وسط بغداد. أيضا لو تلاحظون معنا أن هناك إغلاق تام وعصيان مدني لكل المحلات الموجودة في تلك المنطقة، حيث أن نلاحظ أن المحلات مغلقة وحركة السير معدومة تماما لأن التظاهرات قد وصلت إلى هذه الساحة، ساحة الخلاني في وسط العاصمة العراقية بغداد. أيضا لا يفوتنا أن نذكر أن جسر السنك وأيضا جسر الأحرار أيضا يعاني من القمع قوات الحكومية، حيث أن الكاميرا الآن في ساحة الخلاني وسط بغداد والمتظاهرون بين عمليات كر وفر. الأجهزة الأمنية القمعية الحكومية تستخدم بلا هوادة إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، وأيضا كما ذكرنا إطلاق الغازات المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين. المتظاهرون مصرون على مواصلة تظاهراتهم لحين إسقاط النظام. طبعا في يوم أمس خرج عادل عبد المهدي وهدد المتظاهرين إلى عقوبات تصل من 20 إلى 25 سنة لكل من يتعرض إلى المباني الحكومية. وها أنتم تشاهدون أن المتظاهرين لا يتعرضون إلى أي ممتلكات خاصة وعامة كما هو واضح في الصورة. أستاذ بهجت، أنا آسف أستاذ شاكر، لكن أنتقل إلى أستاذ بهجت. شلون نشوف التظاهرات الآن في ساحة الخلاني؟ تفضل. والله شوف يا سيدي، أنا هؤلاء الأحرار أقبل أقدامهم قبل أيديهم. نعم. تاج راسي يريدون ينقذون مستقبل أحفادهم. نعم. وهؤلاء المجرمين الفشلة. نعم. ما هي المصيبة إنه فاشل وسارق. نعم. ومزور ويزاود على الشعب العراقي بمثل هكذا قرارات. طيب. هم يا سيدي في 91 ما بالانتفاضة. نعم. يسموها الانتفاضة. قتل وذبح لأبرياء جنود عايدين، سرقوا المحلات، سرقوا الدوائر الدولة، أخذوا عليها رواتب المجاهدين. نعم. هؤلاء طالعين بصدور عارية أخي، شوف شباب بعمر الورود. هؤلاء يا سيدي أول يوم نزلوا للشارع تم القتل وكأنهم بطل الصيد. نعم. يعني مجهزين. نعم. الحكومة وهذه العصابات اللي موجودة بدعم إيراني مهيئين ناس من أجل القتل، ووصلوا العراق إلى هذه المرحلة. يتصورون أنه ممكن أن تستمر هذه المآسي وهذه النكبة على الشعب العراقي في الوقت اللي الشعب العراقي صحى وشخص أعداءه وشخص خصومه وشخص الفاسدين، والآن لابد أن تنتصر هذه الثورة. شوف. نعم. لا سامح الله إذا تراجعنا. المنتفضين. نعم. هذه المجموعات ستتم إبادتها بالمليون إنسان اليوم، يعني اليوم اللي موجودين في ساحات العراق ممكن يلاحقوهم حتى الناشطين. نعم. المدونين هؤلاء سيلاحقوهم لا محالة. نعم. لأنه دا يشتغلون ليل نهار المخابرات الإيرانية والحرس والعصابات والعصائب والحشد والمخابرات الحكومية وكل مؤسسات الدولة مجيرة من أجل أنه اختراقها، من أجل أنه قتل قادتها، من أجل تصفيتها، لأنه بالنهاية إيران دا تضغط عليهم. نعم. إيران بتضغط عليهم بالاتجاه أنه قمع هذه التظاهرات والرسائل واضحة من إيران. نعم. ولهذا ما يقبلون بإقالة استقالة عبد المهدي. عبد المهدي لأنه يعرفون إذا استقال عبد المهدي لن تقوم حكومة جديدة. لأنه قال استقالتي بجيبي. أي هم بالأيام العادية وبعد الانتخابات ومنشنشين على التزوير وكل واحد ماخذ الحصة من الكعكة، الصراع يصير على الوزارات وعلى البيع وعلى الشراء وتستمر الحكومة 9 أشهر يلا تشكل. نعم. فكيف في مثل هكذا ظروف؟ المهم يا سيدي أقول لإخواني بارك الله بكم، المطلوب توسيع القاعدة. الانتشار في أبعد الأماكن داخل العاصمة بحيث أنه تصل، وأدعو كل أهلي في بغداد والمحافظات أن يلتحموا. النصر صبر ساعة. نعم. هؤلاء عذبوا الشعب العراقي. نعم. هاي النكبة لا يمكن أن تستمر. ما معقولة أطفالنا ما عندهم يوم يفرحون به. نعم. ما عندهم أمل بالمستقبل في هذا البلد من بعد هذه السرقات، وهؤلاء سارقون فاسدون. سيستمرون لأنه ما يقدر يبطل ولا يقدر واحد من عندهم يحاسب البقية. طيب. لأن هو هم فاسد. نعم.
أستاذ شاكر، يعني اسمح لي أن أذهب إلى ساحة الخلاني، أؤكد بأنه الصور التي تأتينا من هناك هي صور مباشرة من ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد. وأيضا لو تلاحظون، وأؤكد مرة أخرى أن المتظاهرين يعني قد قاموا بحماية المحلات والممتلكات الخاصة للمواطنين. هذا الشارع هو شارع تجاري في وسط العاصمة بغداد، للذي لا يعرف التفاصيل الجغرافية للعاصمة بغداد، هذا الشارع يعتبر من الشوارع التجارية المهمة في وسط العاصمة بغداد، تنشأ فيها الكثير من التجارة. لكن حتى هذه اللحظة وجاء يعني رد المتظاهرين بشكل مدون إلى الحكومة، حكومة بغداد عادل عبد المهدي، بأن المتظاهرين هم الذين يحمون المحلات التجارية وليس في نية أحد التعرض إلى الممتلكات العامة وممتلكات الخاصة. أستاذ شاكر، القوات الهجومية كما وردت في الأخبار وتردنا بأنه باشرت بالهجوم على المعتصمين، خاصة في جسري الأحرار وسنك، وأيضا هنا في ساحة الخلاني وسط بغداد. ما سبب هذا التصعيد أستاذ شاكر؟ هذا التصعيد هو من بداية التظاهر بواحد عشر أعتقد، والثانية استمرت إلى عدة أيام، واشتعلت أيضا في 25 عشرة، وإلى حد الآن القتل والقمع موجود. يعني بالنسبة للتصريح عادل عبد المهدي أو القرار مارق في محاسبة المتظاهرين، هذا هو القتل ما يقدر يحاسبهم، يعني لا يستطيع أن يحاسبهم، ليش؟ القتل هم من داخل الأحزاب المحيطة والمنتمية للميليشيات الإيرانية، وهو ما عنده يعني صلاحية وهي قوة وحزم بحيث قرار يكون مستقل، هو غير مستقل، هو تحت ظل قاسم سليماني. نعم. تحت ظل الملالي. أما بالنسبة للمتظاهرين فهم المتظاهرين سنيين، كلنا شفناهم، ما أقدر أشوف فيديو يعني صور أحد المتظاهرين. نعم. أعتقد في شارع رشيد أو في شارع السند. نعم. ما أعرف وزارة العدل بالضبط ناسيها مكانها وين بالضبط. هم أمام وزارة العدل. والمتظاهرين السلميين ما عندهم غير الكتابات وغاشي القلم العراقي بالضبط، والقوات الأمنية والميليشيات هي اللي تضرب على وزارة العدل، في سبيل الحركة، وفعلا يعني سببوا بها أضرار. نعم. الآن أقول فقط إذا هم يعني جاي يكيلون بمكيال إيران، أقول لك ليش يكيلون بمكيال؟ إذا نرجع للوراء عام 69 بداية الانتفاضة أو الثورة اللي يسموها الإسلامية في إيران. نعم. أصدر الخميني بيان يدعو الشعب إلى الاعتصام، ويعتبره هو وسيلة من وسائل الاعتصام للثورة الإيرانية. يعني هذا فتوى في أنه الاعتصام المدني حلال، حلو لا. نعم. بينما هسه يعني يحرموه على العراقي، يحلوا على إيران، على الشعب الإيراني في إيران، ويحرموه على العراقيين في العراق. طيب أستاذ شاكر سأعود إليك، ولكن هذه لقطات مباشرة من ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد. نلاحظ في هذا الفيديو الذي ننقله مباشرة من هناك الاعتصامات، وأيضا المتظاهرين بصدورهم العارية كما ذكر أستاذ بهجت في تصريحه، وأيضا هناك يعني لا وجود حتى لأسلحة ربما تكون بيضاء أو خضراء وإلى غير ذلك. المتظاهرون يتظاهرون بسلمية، وأيضا القوات الحكومية تجابههم بالقمع الحكومي الذي شهدناه منذ 11 ولغاية الآن. طيب، من بغداد، نعم، ربما يعني سننتظر عادل حاتم سينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف لنقل الصورة الحية والمباشرة من بغداد. ربما يكون جاهز أستاذ عادل. موجود جاهز. أستاذ عادل مرحبا، يا ريت لو تصورنا الأوضاع في الجسري الأحرار وسنك، وأيضا هنا في ساحة الخلاني، نحن ننقل مباشرة ما يجري في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما الذي يحدث هناك أستاذ عادل؟ تفضل. يا يعني مساء الخير على الجميع، وشكرا مرة أخرى على هاي النافذة الإعلامية اللي تكون باعتبار أنه كل الإعلام
تقريبا احنا محاصرين من اعلام السلطه وفضائياتهم وملتزقتهم. نعم. يحاولون يشوهون كل الصور او يحاولون ينقلون صوره مشوهه عن ما يجري. عموما يعني الحقيقه هم قبل اربع ايام قرروا في مجلسهم الوطني او اللاوطني الامني. نعم. انه راح يحاولون يمنعون اي تجمع اخر غير التحرير. نعم. ويبدوا بدوا ينفذون هذه الطريقه القبيحه مالتكم. نعم. بالتالي هم ما يملكون اي سلاح غير القوه، غير العنف، غير الوحشيه. هو هذا السحم الوحيد المتبقي، لانه ما يمتلكون لغه حوار. والحقيقه احنا اي لغه حوار اصلا ما نلتقي بها وياهم. نعم. عموما هم يحاولون ان ينسبون اي شيء له علاقه بالتحرير واطلاق التحرير. نعم. الملك الاماكن الاخرى تقريبا المتكف للظاهرين، فان فتحت ملابس تعرف الشباب وعنفوانهم وعصبهم وتحديهم وبدوا يصلون الى هذه أستاذ عادل، الصوت يوصلنا متقطع، يعني سأنتقل بالسؤال إلى الأستاذ بهجت حتى يتم ترتيب الاتصال بشكل أفضل. أستاذ بهجت، في التظاهرات هناك قاتل وهناك مقتول، لكن لحد هذه اللحظة يعني وصل الأمر إلى مئات الشهداء وألاف الجرحى، لكن حتى هذه اللحظة ماكو موقف شرعي من قبل المرجعية التي تحدد ما هي واجبات وحقوق القاتل وأيضا حقوق المقتول. تفضل. وهذا مؤلم. وهذا مستغرب ولم أسمع به من قبل. ما هو الحكم الشرعي الآن؟ كل مواطن ابن استشهد أو جرح سيسأل المرجعيات ما هو الحكم الشرعي. أنا البارحة أسمع لأحد المعممين. نعم. المدرسي يقول أنه من يقتل في هذه التظاهرات لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. جريمة. ويصور الحالة وكأنه هو صراع بين طرفين، ما يقول لك طرف أعزل مسالم يريد يأخذ حقه بطريقة شرعية وسلمية بكل معنى الكلمة. أنتم من اتخذتم قرار القتل والذبح، وأنتم من تحاسبون الناس على مجرد أنه يخرج. يعني أكو ناس تطلع بالتظاهرة يخطفوهم، يعني بمجرد أنه ظهر في ساحة التحرير. هذه جريمة. ولهذا أقول مطلوب من المرجعيات الرشيدة. نعم. أن تحدد الموقف وبصراحة، وإلا لا يجوز الحضور حتى يوم الجمعة أمام هذا الخطيب الجمعة في النجف أو كربلاء. ليش؟ لأن هي مو قضية سياسية تطلع لي أنت كل أسبوع وتخطب وتنطيهم مورفين للحكومة، وأنه حاولوا وتحاول تبرر وتتماهي وما معلوم، وأنه هناك مندسين ماكو مندسين في هذه التظاهرات. الشعب العراقي وصل إلى قناعة أخي العزيز بعد 16 سنة أنه هذه مجموعة بائسة لن تقدم للعراق شيء، ويجب كنسها. وعلى المرجعية لو كانت فعلا مرجعية رشيدة أن تقف مع المتظاهر، لأن هذا مظلوم، هذا ما عنده شغل، هذا أولاده مرضى، هذا ما متزوج، هذا ما عنده دوام، هذا بطال، هذا كل الموبقات ده تجري حوله. نعم. يعني أنت تخيل خلال 16 سنة وصل حجم الفساد باعترافات المرجعية أنه صار سقوط للقيم الأخلاقية. لما المرجعية تقول هذا الكلام مو المفروض تحاسب نفسها؟ صحيح. من اللي قاد إلى هذا من الذي قاد هؤلاء الشباب الحلوين بعمر الزهور الورود؟ من اللي خلاهم يتعلقون بالجسور ويردون يحاولون بس يعبرون؟ علينا أن نقف لهؤلاء الأحرار. نقف وننحني، لأنهم أعادوا أمل العراقيين في الخلاص. والمرجعيات عليها أن تحدد موقفها، وعليها أن تخرج. أخي العزيز، وأنا يمكن هاي المرة الرابعة أو الخامسة أقولها. نعم. بعد الانتفاضة. نعم. عليها أن تحدد موقفها، لأن ستدفع ثمن غالي. ستدفع ثمن غالي، لأن هؤلاء الشباب هم مستقبل العراق. هذا الشباب هو اللي راح يبني العراق. نعم. وهذا الموقف من المرجعيات غير مقبول. ما معقولة طلعوا لنا فتوى هؤلاء شهداء. نعم. من ذا يقتلهم؟ لا تقولوا لي المتظاهر وأنه هناك قواعد اشتباك. وين قواعد اشتباك ويا ناس عزل بعمر 10 سنوات و20 سنة؟ هاي صورة واضحة يعني. نعم. أستاذ بهجت، حتى أطفال صغار
دي يخرجون ويا المتظاهرين حتى أطفال صغار شايلين العلم العراقي. نعم نعم أخي، شباب أطفال وصلوا إلى مرحلة الأمية، اليوم أكثر من 20-30% من الشعب العراقي أمي. نعم. بعد نعم. الاحتلال وهو أغنى بلد، والنفط اللي بيه يكفي بعد شعب بقدر حجم العراق، يعني ما معقولة تسرق من عنده كل هذه الثروات وهذا الشاب إيش عنده مستقبل؟ ما عنده خيار آخر إلا يلتحم. ولهذا الدعوة إلى كل المحافظات، انقذوا أخوانكم، انصروهم في مدنكم، لأنه هذا هو الطريق الوحيد الخلاص. طيب أستاذ عادل، تسمعني أستاذ عادل بشكل واضح الآن؟ ها يبدو أن الاتصالات ربما قطعت من جديد، الاتصالات أقصد وليس الإنترنت، الإنترنت موجود، وكما نلاحظ بأنه لقطات مباشرة تصلنا من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأيضا نؤكد على سلمية التظاهرات، ونؤكد أن المتظاهرين خرجوا بسلمية تامة. لا نلاحظ في هذا المقطع المصور أي يعني حتى عصا لا يملكها المتظاهرون سوى عصا التي تحمل العلم العراقي الموجود على صدور وعلى هامات المتظاهرين. ساحة الخلاني وسط بغداد كما ذكرنا من الأسلحة، من الأماكن التجارية المهمة في بغداد. نلاحظ أن هناك عصيان مدني لأصحاب المحلات التجارية، وأيضا نلاحظ في هذا الفيديو أن أحد المتظاهرين قد أصيب بجروح نتيجة القمع الحكومي المستخدم فيه الرصاص الحي وأيضا القنابل المسيلة للدموع. شاهدنا قبل قليل وقبل ثوان أن المتظاهرين يحملون أحد الشباب وقد أصيب ربما يكون بطلق ناري أو بسبب الغاز المسيل للدموع. هناك من أيضا يرفرف العلم العراقي ويجابه القوات القمعية الحكومية. هناك نلاحظ ربما يكون الصورة بعيدة نوعا ما، ولكن نلاحظ أن الأجهزة القمعية الحكومية متواجدة هناك. عبد الكريم خلف يقول في تصريح له خاصة على القناة الحكومية العراقية يوم أمس، يقول بأنه الصد الأول للمتظاهرين هو لا يحمل أي أسلحة، ولكن في الخطوط الخلفية نلاحظ، وهذا الكلام منسوب إلى عبد الكريم خلف، نعم، ولكن يقول عبد الكريم خلف بأنه ربما تكون الجهات التي تقع في الخلف هي التي تحمل السلاح، ولكن الصورة تكذب عبد الكريم خلف، حيث أن المتظاهرين يعني يواجهون قوات القمع الحكومية في الخط الأول وهم ينتشرون بأسلحتهم وبالغاز المسيل للدموع. أستاذ شاكر، القوات الحكومية تستمر بهذا النهج الدموي. هناك من يقول وأيضا الكثرة تقول بأن موضوع قطع خدمة الإنترنت عن العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية كافة هو سيأتيها بعد قطع خدمة الإنترنت، هو مسألة قمع للمتظاهرين. تتفق مع هذا الطرح أستاذ شاكر؟ هذه مسألة مهمة يعني. نعم. صحيحة وواقعية. نعم. لأنه قطع الإنترنت هو يشكل عليهم يعني، هم يعتبروه خطر عليهم يعني. الناس تسجل فيديوهات وتنشرها إلى العالم. لكن هذا ما يمنع المتظاهرين من الحضور أبداً. حتى إذا كان هناك قمع، نشوف القمع موجود والمظاهرات مستمرة يعني. تظاهر مستمر وبكثافة. نعم، حتى نشاهد أستاذ شاكر، آسف للمقاطعة، ولكن نشارك أيضا التوك توك حاضرا وبقوة في ساحة الخلاني وسط بغداد، حيث أنه بموجب المهام الموكلة إليه صاحب التوك توك يقوم بنقل الجرحى من المتظاهرين، حيث أنه قد شارك بأنه مسعف للمتظاهرين. نشاهد أن التوك توك أيضا ليس فقط مساحته ساحة التحرير وسط بغداد، وإنما أيضا وصل إلى ساحة الخلاني، وذلك من أجل مطلب واحد وهو إسقاط النظام. تفضل أستاذ شاكر أكمل. بالنسبة للتوك توك هذولا يعني رفعت راسي الصراحة. نعم. التوك توك سابقا نستحي عن صراحة قبل الانتفاض وقبل دورها هذا اللي كان نستحي نركب بيها. نعم. وكان يعني تعرف أبواب ما فيها، فمناطق بغداد يعني متخلفة خدميا يعني، شوارع ما بلطة إتراب فيها موجود، فاللي يقعد بالتوك توك يعني يتحمل إتراب يعني. نعم. لا تبعد 5 دقائق 10 دقائق يعني مصيبة. فنستحي نركب بها، الان اصبحت هي مفخره للشعب العراقي. مثل ما تفضلت حضرتك يعني تنقل الجرحى والمصابين. هي الدوله لو عندها غيره وعندها خجل وعندها رحمه وعندها انسانيه، كان اقلها
تخلي الاسعاف يعني تخلي الاسعاف الحكوميه مال المستشفيات بدل التكتك مثلا يعني. طيب. والتكتك ليش سوى هيك؟ لان مضطر. وصار هذول رفاقه وهذول يعني اصحابه واصدقائه وابناء شعبه. وهذا غير فهذا العمل يعني عمل انساني وعمل وطني وعمل تطوعي ويعني يشكرون عليه وما اصبحوا مثل ما يقول رفعت راس. حتى دلاحظ استاذ شاكر، يعني دلاحظ الان على الشاشه والتي تنقل مباشره من ساحه الخلاني، ننقلها مباشره من هناك قناه الرافدين مواكبه للاحداث، حتى دلاحظ بانه بعض المتظاهرين يلبسون خوذه صفراء استاذ بهجت للاحتماء من الاطلاقات الناريه، وايضا هنا خوذة سوداء يعتمرها المتظاهرون، وذلك من أجل تفادي الطلقات النارية وأيضا قنابل الغاز المسيل للدموع. كما تشاهدون فقط الأعلام العراقية هي التي يعني يتوشح بها المتظاهرون، وتقابلهم القوات الحكومية بعمليات قمعهم. هذه التظاهرات تطالب بمطلب واحد وهو إسقاط النظام. أستاذ بهجت، في البصرة حتى ما نهضم حق البصرة، البصرة أيضا تعيش ربما معاناة عصيبة جدا. هناك في اعتصامات البصرة سقط في أم قصر أيضا، ارتفعت إلى 21 شهيد و350 جريح. هناك من يرى أن ليش ما تصير التظاهرات موحدة في ساحة التحرير؟ ضروري أن تنتشر التظاهرات في كل المحافظات العراقية، أم أنها تركز في ساحة التحرير فقط؟ شنو رأيك؟ يا سيدي، أحد المجرمين هو قائد عمليات البصرة. نعم. رشيد فليح، أخذوه متعمدين، مدروس القضية، معروف بالقمع. وبالمناسبة في الناصرية، نعم، بعد الانسحاب من الكويت، نعم، كان هو القائد للعمليات مال القمع. طيب شو شلون اللي المنتفضين مالتهم في ذلك الزمان، عندما اعطوه انواط الشجاعه كان يقول لصدام حسين كلام ما يقبل العقل، احنا الشروق ما نجي الا بالنعل. هذه اذكرهم، اذكر اهل البصره، اذكر اهل البصره واهل العراق، هذا كان موقفه مع صدام حسين. محشومين. وشوف الان شلون باي طريقه دا يقمع المتظاهرين ودا يؤذي ابنائنا واهلنا في البصره. شوف يا سيدي، البصره هو ثغر العراق، وهذه المدينه ممكن ان تحرر العراق. نعم. إذا حققنا نصر على الشركات. أستاذ بهجت، نعم. آسف لكن للمقاطعة، يعني لقطات مباشرة توثق مواصلة القوات الحكومية عمليات قمع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، وكما هو ملاحظ أن الأعداد تتزايد. وهنا ربما من هذا المكان نوجه بالمتظاهرين عليهم أن يذهبوا ولو قسم منهم إلى ساحة الخلاني وسط بغداد أيضا. نعم. هنا ربما تكون التوك لابد من وجودي هناك لإسعاف المتظاهرين الذين يتعرضون لإطلاق نار مباشر وحي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. عليهم التوجه الآن إلى ساحة التحرير، إلى ساحة الخلاني وسط بغداد. الأعداد تتزايد، والشباب أيضا يعني كانت هناك عمليات كر وفر، لكن الآن هناك ثبات من قبل المعتصمين. توك توك حاضر، نحن حاضر. يعني هسه جبنا طارية، الأغلبية ترى ما عدا حتى قناع عالي على رأسه. طبعا طبعا، يعني هذا أبو الأصفر يمكن واحد من ألف واحد أو اثنين. نعم. 33. نعم. هذول مندسين. نعم. هذا اللي يخرج بهذه الملابس ويستقبل بصدره هذه الإطلاقات وهذا الغاز. نعم. هؤلاء أنا أفرض عليهم أنه سجن 20 سنة أو مؤبد. نعم. أي مجرمين أنتم يا فاشلين اللي قدتوا الشعب العراقي إلى حد بعد ما يتحمل بقائكم يوم واحد بالعراق؟ يعني هذه الجريمة. نعم. اللي يشوفها في كل العالم، لكن لأن الإعلام العالمي كله والعالم كله يدعم الفاسدين. نعم. والسراق اللي يريدون ينهون آمال وطموحات الشعب العراقي، هذه المجموعات البائسة مدعومة. نعم. ولهذا شوف الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات والكل يعني من بعيد أن ذكر عدم استخدام القوة، ويجب استخدام سياسة الاشتباك
انه المحافظه على قواعد الاشتباك، اي قواعد اشتباك تشوفوهم بالناس يا سيدي. طبعا هؤلاء اراده من قواعد اشتباك طبعا. ادعو كل اخواني ان يذهبون، اللي عندنا يعني عندك اليوم اكثر من مليون هسه الان في ساحه التحرير، المفروض تطلع مجموعات كبيره من اجل دعمهم. نعم بس سنستمع الى الفيديو الذي يصلنا من ساحة الخلاني، ربما سنعطي المجال أكثر للمتظاهرين، هم أصحاب الكلمة أفضل يعني منا. تفضلوا. معلق ولكن أيضا بصوت منخفض تماما حتى يظهر أو يظهر صوت المتظاهرين. الأعداد تتزايد في ساحة الكلاني في بغداد، هناك أيضا الكثير من الشباب توافدوا إلى ساحة الكلاني، هناك أيضا شاهدنا قبل قليل التوك توك وهو يحمل العلم العراقي، وهنا نوجه دعوة إلى أصحاب التكاتك بالتوجه إلى ساحة الكلاني. نعم هناك حضور بارز في التكاتك، كان قبل دقائق كان هناك واحد أو اثنين، الآن تجمهروا نعم. أمام في ساحة الخلاني، هناك صوت لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لنستمع قليلا. شزلك الجيش. هناك متظاهر يقول نزل الجيش. ربما تكون هناك أيضا أعداد كثيرة من قوات القمع الحكومية تتواجد في الطرف الآخر من ساحة الخلاني، وأيضا كما أسلفنا أن أعداد المتظاهرين يزداد، حيث أن في بدايتها لم تكن هذه الأعداد متوفرة، ولكن الآن ربما يكون هناك تنسيق عالي وواضح من قبل المتظاهرين بالذهاب إلى ساحة الخلاني أيضا. طيب نستمع إلى ما يقوله المتظاهرون. أصوات إطلاقات نارية. نعم. كما استمعنا إلى صوت سيارات الإسعاف أو سيارة الإسعاف تتجه إلى ساحة الخلاني وسط بغداد، هناك أيضا مزامير من سيارة تدعم المتظاهرين، وذلك للحيلولة دون تقدم الأجهزة الأمنية الحكومية على المتظاهرين. ربما تكون هناك يعني أعداد متزايدة تزداد يعني دقيقة بدقيقتها، وأيضا هناك نلاحظ أن العلم العراقي هو الذي يرفع على هامات هؤلاء المتظاهرين الشبان الأبطال. هذه دعوة ربما تكون بنروح بالدم نفديك يا عراق. بنروح بالدم نفديك يا عراق. هي هاي اللي تخوف المنطقة الخضراء؟ تخوفهم طبعا. ليش؟ لأن هذول يقول لك احنا بلعنا العراق، معقول يطلعون لنا شباب بنروح بالدم؟ تذكر حنان فتلاوي؟ نعم. قالت شلون بنروح بالدم نفديك يا عراق وإيران برا برا، مساعدتنا وانطتنا سلاح وانطتنا جنود وانطتنا أسلحة. أستاذ بهجت، إطلاق نار مكثف على المتظاهرين، المتظاهرون يعني حالات كر وفر بين المتظاهرين، وذلك من خلال الأصوات التي نسمعها، إطلاق نار رصاص حي تطلق على المتظاهرين. يا حبذا لو نستمع إليهم قليلا. مستمر على المتظاهرين، وهناك سقوط عدد من الجرحى من بين المتظاهرين نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين. هناك كما نلاحظ أن الشباب يحملون أحد الجرحى الذين أصيبوا بإطلاقات الرصاص التي تطلقها القوات الحكومية القمعية باتجاه المتظاهرين. هنا نحن ننقل مباشرة من ساحة الكلاني وسط العاصمة العراقية بغداد،
وهناك نلاحظ أن عمليات كر وفر بين المتظاهرين نتيجة استخدام القوات الحكومية للرصاص الحي وأيضا القنابل الغاز المسيلة للدموع. هناك أيضا سقط أحد الشبان الصغار وهو يعني خرج بتظاهرات سلمية. أيضا هناك ربما يكون الشباب المتظاهرون يحملون هذا الجريح الآخر حسب ما تورد لنا الأخبار والصور من ساحة القلاني وسط العاصمة العراقية بغداد. هناك سقوط عدد من الجرحى وأيضا هناك المتظاهرون لم ينسحبوا رغم الرصاص الحي الذي يطلق عليهم من قبل رشاشات. وهنا أيضا نستمع إلى يعني رشاش يطلق على المتظاهرين، ربما يكون قناص، هذا الصوت ربما يكون قناص وليس يعني أسلحة سلاح رشاش. هذا الأصوات المتقطعة هذا تدل على أنه استخدم القناص في قنص المتظاهرين. أيضا المتظاهرين الآن انسحبوا إلى الشارع الفرعي باتجاه ساحة القلاني، ولكن بعض المتظاهرين بقوا ثابتين في أماكنهم. وهناك كر وفر بين المتظاهرين عندما يستمعون إلى إطلاق القناص هم يختبئون، وهذا يعني خطة تكتيكية من قبل المتظاهرين وربما سيعودون. هنا نلاحظ أن المتظاهرين الشبان ينقلون أحد الجرحى الذي أصيب بالقناصة في ساحة القلاني وسط بغداد. تعقيبك أستاذ شاكر، تعقيبك على هذه الحالة. والله شاف هو لا تعقيب، يعني شو تعقيب يعني المساله صعبه ومصيبه، يعني ذول هاي الحكومه ما يعني قرارات تسييريه عندها واجراءات تسييريه لا تقنع المتظاهرين السلميين. يعني احنا نعاتب على الامم المتحده، على العالم الحر المتحضر، البرلمان الاوروبي، البرلمانات العالم، وينكم يعني وينكم؟ ايش تنتظرون يعني؟ يعني اقلها فد ادانه فد مشاركه في مناصرة الشعب العراقي، اتخاذ قرارات لمناصرة الشعب العراقي. يعني ما ادري نقول العالم حرب متآمر علينا، احنا نعتبر امريكا وايران وشال عملة واحدة. هناك استاذ شاكر، عفوا اسف المقاطعة، ولكن هناك من يقول بانه عشرات الجرحى سقطوا في هذه المواجهة الغير متكافئة. هناك رصاص يطلق على المتظاهرين والمتظاهرون سلميون. هناك من يقول من المتظاهرين أن سقوط عشرات الجرحى. هذه الأصوات أستاذ بهجت هي أصوات القناصة وليس سلاح رشاش. من يقوم بالقنص المتظاهرين؟ من يقوم بقنصهم؟ اللي مسوي نفسه عليهم القائد العام للقوات المسلحة. نعم. هذه المجموعات كلها تابعة للعادل عبد المهدي. نعم. وهو يعلم مال أنه مدسوسين وأنه المرجعية الطالب بالكشف وبصورة واضحة من الذي يقتل ومن المدسوس. نعم. وأنه احترام قواعد الاشتباك. أي قواعد اشتباك؟ هذول عندهم شيء بديهم؟ هذه المجموعات الشابة. نعم. اللي طالعة من أجل أن تثبت للعالم أنه تدور عراق نظيف. عراق ببيئة صالحة للعيش، العراق بصحة. نعم. العراق بتعليم مثل البشر. نعم. بمؤسسات، بمعاهد. يعني 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 الواحد شو يقول على امريكا غير طيح الله حظك على هالديمقراطيه؟ يعني هذا حال العراق. بالمناسبه اقول للاخ العزيز استاذ شاكر نعم، لا نعول على الامم المتحده ولا على منظماتها. انا بالنسبه لي غاسل ايدي من عندهم بسبرتو وكل انواع المعقمات، لان اليوم صار احنا 16 سنه. يعني المتظاهرون استاذ بهجت اسف، ولكن المتظاهرون يعني هناك من يحمل اطلاقات مسيله، غازات مسيله للدموع. هناك المتظاهرين في حاله غضب عارمه، حيث نجد ان الشباب المتظاهر يعني يلعن ويسب الحكومه لانها استخدمت الرصاص الحي من 11 ولغايه الان. طيب نستمع ماذا يقولون. والعامر شاركوا وجوا شكوا على الجواد والبيت، حتى العامر اللي اقتص منه وعلي
أريد إعدامهم. طبعا هناك من المتظاهرين الذي قال بأنه قوات الجيش خاصة الفرقة داعش هي التي قامت بقمع المتظاهرين في ساحة الخلاني. هناك أيضا عديد من الشبان المتظاهرين وهم يقومون باستمرار التظاهر ومطالبهم موحدة وهو إسقاط النظام. نعم طيب ايضا يعني الصوره تصلنا متقطعه وذلك لسوء خدمات الانترنت في العراق بشكل عام. نحن نوثق لقطات مباشره لمواصله القوات الحكوميه بعمليات قمع التظاهرات المطالبه باسقاط النظام. كما اسلفنا وكما قلنا بان هناك عمليات كر وفر بالنسبه للمتظاهرين في ساحه الخلاني. ايضا عاد المتظاهرون مره اخرى للتجمهر والتجمع امام القوات الحكوميه. استخدمت القوات الحكوميه الرصاص الحي وخاصه القناصه في قمع التظاهرات. وايضا كما شاهدنا هناك عبوات للغاز المسيل للدموع. ونستمع ماذا يقول هذا المتظاهر. بفضل الله كان هبلحوا بها هواي يا شباب. نعم هناك ايضا التوك توك حاضرا وبقوه في مساله نقل المصابين واسعافهم خاصه الى ساحه التحرير، حيث ان هناك مفارس طبيه قد انتشرت في ساحه التحرير ولا توجد هنا في ساحه الخلاني. لذا يقوم المتظاهرون حسب ما وردنا الان ان المتظاهرين يتقدمون على الجسور، وايضا ربما تكون هناك مساعدة وحالة من التضامن والتكافل بين المتظاهرين، حيث أنهم عندما يرون أن يعني القوات الحكومية تقمعهم في منطقة ما يتوجه المتظاهرون في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. وكما ذكرنا أن أحد المتظاهرين يعني قال بأن الفرقة داعش من الجيش الحكومي هي التي تصوب أسلحتها الرشاشة على المتظاهرين السلميين. يعني المتظاهر يقول لا تراجع على الرغم من الأسلحة النارية التي تطلق على صدورهم ورؤوسهم. هناك أيضا ربما نتوجه أيضا لمناشدة أصحاب التكاتك سيارات الإسعاف الذين هم يمثلون سيارات الإسعاف، وأقصد بهم التكاتك، للتوجه إلى ساحة الخلاني. أيضا عاد إلينا البث متواصلا من هناك، حيث نلاحظ أن أحدهم يحمل عبوة للتخفيف من آثار الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد. أيضا هناك حسب الأخبار الواردة من هناك وكما يقال لي أن المتظاهرين قد تواجدوا في ساحة الخلاني، وذلك يعني عمليات إطلاق رصاص حي. هناك قناصة تطلق باتجاه المتظاهرين، وأيضا المتظاهرون يلبسون خوذا لتفادي الإطلاقات النارية والغازات المسيلة للدموع. هناك أيضا ربما نستمع إلى إطلاقات نارية من قبل الأجهزة الأمنية القمعية. هناك من يقوم بالعلم العراقي ورفرف العلم العراقي ويثبت أن المتظاهرين هم سلميون بتظاهراتهم، ولا يوجد أي سلاح أو أي تعدي على المحلات الخاصة بالنسبة للمحلات التجارية في منطقة ساحة الخلاني. هناك أيضا نستمع إلى أناشيد وطنية تشحن همم وتشحذ همم المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، لكن القوات الحكومية مستمرة بعمليات القمع للتظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام. أيضا نلاحظ أن هناك ربما تكون يعني أعمدة دخانية تتصاعد من أحد المباني الحكومية. وأيضا رجع المتظاهرون إلى ساحة الخلاني بكثافة عددية أكبر، وربما تكون هناك مناشدة من قبل. نستمع إلى ما يقوله هذا المتظاهر. نعم.
هناك كما استمعنا هناك إصرار من قبل الشباب المتظاهرين على البقاء في ساحة الخلاني، وأيضا هناك ربما يكون الصورة بعيدة نوعا ما، ولكن المتظاهرون يجابهون آلات القمع الحكومية برفرفة العلامة العراقية. هناك أيضا هناك مناشدة للمتظاهرين في ساحة التحرير عليهم التوجه إلى ساحة الخلاني، حيث أن المتظاهرين هناك يعني يكبتون بإطلاقات الرصاص وأيضا قنابل الغاز المسيلة للدموع. هناك تواجد يعني كما نوهنا سابقا وكما ناشدنا أصحاب التكاتك، نعم هناك أصحاب التكاتك متواجدون في نعم، واضح ازداد العدد. وقلنا الأناشيد الوطنية أيضا تسمع من ساحة الخلاني. أيضا هناك تواجد للتكاتك وذلك من أجل إسعاف المتظاهرين الذين يتعرضون لإطلاقات نارية عبر القناص، وأيضا كما وردتنا أخبار بأنه الفرقة داعش في الجيش الحكومي هي التي قامت بقنص المتظاهرين في ساحة الخلاني. أيضا نذكر مشاهدينا الكرام بأنه لقطات مباشرة توثق مواصلة القوات الحكومية عمليات قمع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. ربما مشاهدينا الكرام يعني هذه اللقطات حية من ساحة الخلاني وسط بغداد، والأعداد في تزايد مستمر. هناك أيضا من ربما يعني يشير إلى العلم العراقي ويلبس وجود جرحى في هذه المواجهة بين المتظاهرين السلميين وأيضا بين القوات الحكومية التي تستخدم آلتها القمعية لثني المتظاهرين عن التراجع، ولكن كما ذكر أحد المتظاهرين ألا تراجع وسيبقون في أماكنهم. أستاذ بهجة آسف، لكن الحدث الأبرز هو الذي طغى على صورة المشهد في هذه التغطية المباشرة. أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ بهجة الكردي الناشط السياسي المستقل، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ شاكر السامر الشاعر والناشط المدني. مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقيكم في تغطيتنا الخاصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.